ما تقع فور ده شويه يا كابتن. وانت ليه ده جنب السور؟ ممكن يقع عليك يبهدلك. يقع عليا ليه يعني؟ هو انت مش عامل له قرار ازاله ولا مثلا قرار تنكيس؟ عيب يا جماعه، احنا زملاء نتحمل بعض. نتحمل بعض حضرتك، مش نموت بعض، مش بالشكل ده يعني. اوكي يا مان، انا روكي. وانا سعدون. امال فين فيكوا رامبو يعني؟ حضرتك معاكوا عادل سعيد الشهير ببروسلي. بروسلي حته واحده؟ ده انت من زمان بقى. لا انا من زوما. دي لجنه الاختبار، الاستاذ عتريس والاستاذ مرسي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، احنا جاهزين للاختبار. اهلا وسهلا يا اساتذه. مع حضراتكم يعني عادل سعيد الشهير ببروسلي. لا قول لي عادل، انت اشتغلت بودي جارد قبل كده؟ حضرتك انا اتعرض عليا كتير ان انا اشتغل بودي جارد، بس الصراحه انا ما كنتش فاضي خالص يعني. يا بروسلي يا تقيل، وانت ايه موهبتك بالظبط؟ حضرتك تقدر تقول ان انا اقدر اشم الخطر على بعد 3 كيلو متر، يعني حضرتك تعتبرني شمام كبير. الا قول لي، لو انت بتحرس واحد وعايز تحسسه بالامان هتعمل ايه؟ احسن حاجه للانسان ان هو يحس بالامان حضرتك ان هو يبقى في بيته. احسن حاجه الواحد يحس بيها بيته يا باشا. طب لو نجم اتلم عليه جمهوره فجاه، هتتعامل معاهم ازاي في الوقت ده؟ حضرتك اقوم داخل على الجمهور بتاع النجم ده واقوم سكعهم قنبله مسيله للدموع. خليها مسيله دموع الفرحه بقى. انتوا شكلكوا لبط وشكلكوا كده، هقلب لكوا على الوش التاني. اقلب بس اوعى تسيفه وحياتك. ده انا بقى بشكل كده هسففكوا التراب. طب خدوا هديه مني ليه. ريتك مقبوله. امال فين بتشم ريحه الخطر على بعد 3 كيلو؟ حضرتك انا قلت بشمه على بعد 3 كيلو مش 3 سم حضرتك. طب نزلوه نزلوه خلوه يروح. ماشي، عموما انا النمره بتاعتي مع مرد، يعني لو حضرتكم عايزين مني اي حاجه انا تحت امركم يعني. السلام عليكم. امسك مني الكتابات ده من على تليفونك، وانت يا ابني شوف لك شغلانه تانية. حاضر سيادتك، انا خلاص لقيت شغلانه تانية، هشتغل نجار كراسي بلاستيك باذن الله.